رجلا من المسلمين يسمى رافع ابن جريح. هذا كان عنده زوجة، فلما كبرت قليلا ذهب وتزوج عليها بزوجة أخرى شابة، وترك الأولى، أعرض عن الأولى إعراض شبه كلي، بعد رماها حسب التعبير. الشرع في نفس الوقت اللي أجاز لك أن تتزوج زوجة أخرى يقول لك في مكان آخر صير آدمي أيضا، صير صاحب معروف، صير إنسان. امرأة بقيت معك مثلا 40 سنة، أنجبت لك من الأولاد عددا، انهد جسمها، تعبت، الآن أنت تلقيها كما تلقي بعقب السيجارة، لا تحفظ أيامها الماضية، لا تحفظ حرمتها، لا تحفظ ذلك التاريخ الممتد، تلك الخدمة. إذا كنت صاحب ثروة الآن فإن جزءا من العوامل المؤثرة في ثروتك هو بسبب الاستقرار اللي وفرته لك هذه الزوجة طيلة المدة الماضية، بسبب أنها انشغلت بأولادك وبناتك، هي انهدمت صحتها وذهب جسمها وشبابها على أثر أنها حملت لك ووضعت عنك، طيب تجي الآن تلقيها بهذه الصورة كما تلقى الأشياء المهملة؟ هذا قبيح أخلاقا جدا، وهذا تنكر للمعروف بشكل واضح، ويتعرض الإنسان ترى إذا صنع هذا الصنيع إلى من يعامله كذلك، وكما تدين تدان. تشوف روحك في شركة تشتغل الآن 35 سنة، 30 سنة، أكثر أقل، تصعد في الشركة، صار راتبك عالي، آخر شيء هذا مدير الشركة يجي يقول لك بصريح القول أنت الآن صرت تكلفنا في راتبك مبلغ طائل، وأكو هناك طالبين للعمل أكثر من عندك مستوى علمي ويأخذون 10% من راتبك، أنت تأخذ 15,000 ريال، إحنا نقدر نوظف واحد ب2,000 ريال، مع السلامة. يابا أنا بنيت هذا القسم، أنا اشتغلت عليه، أنا أنفقت عمري، سهرت من أجل أن يكون هذا القسم مالكم قسم ناجح، الآن هكذا تتركوني وتتنازلون علي، تتنازلون عني كما تدين تدان. نفس الطريقة التي صنعت مع هذه المرأة يصنع معك. طيب إذا ما صنع معك هنا أولادك باكر يصنعون معك نفس الشيء، لأنك بذلك تسن سنة لو سار عليها غيرك لا تبتئس، فأول راض سنة من يسيرها. المهم هذا الرجل أعرض عن زوجته الأولى وأقبل على الثانية شابة، فراجعته الأولى في أمره، بالتالي الدين قرر يابا اقسم بينهما في المبيت، اعدل بينهما في النفقة والكسوة والمسكن. رجعت عليه أنه ماذا، ليش أنا تاركتني هالشكل، تاركني هكذا؟ قال لها بصريح القول لأن الأخرى الشابة أحب إلي، أنا أحبها في أزيد. زين أنت تحبها أزيد، ما حد يقول لك لا تحبها أزيد، بس قم بحق هذه. قال وأريد أن أطلقك أيضا، مو فقط هذه أنا أميل إليها، أريد أطلقك أنت. فحدث بينهما مشكلة، انتهى الأمر إلى أن بالفعل الرجال طلقها. أهل الخير والأهل الزوجين تحدثوا كذا، أرجعها إليه. هي المرأة هم لما رجعت إليه ورجع إليها قالت لأن أرجع، ولكن أرجع بحقوقي. طيب قال لها هذا الموجود
ما تريدي أنت طالق، طلقها الطلقة الثانية، صار كلامه كذا، رجعت إليه ورجع إليها. هنا اجينا على الطلقة الثالثة، قال لها ترى بعد الطلقة الثالثة ما في رجوع، فهل لا تزالين تريدي نفس الحكي؟ فنزلت عن ليلتها لكي تحفظ هذه الأسرة. هنا الشرع يجي ويقول إن امرأة خافت من بعلها نشوزا، معاملة خشنة جافة كلام سيء أو إعراضا، لا ما عنده نشوز. شايف بعض الناس البيت عنده مثل مطعم، يدخل حتى سلام ما يسلم، يأكل هذا الطعام اللي جهزته الزوجة، ثم إما يصعد ينام لوحده أو يخرج إلى أصدقائه ورفاقه وكأنه داخل إلى مطعم، أكل وطلع خلاص، إعراض عنها. طيب إذا خافت امرأة من الزوج هكذا، هسا بسبب أنها كبيرة السن، بسبب أنه هو يطمع إلى أشياء ثانية، فهي خل تدارك الأمر. ليش؟ لأنه من الممكن أن هذا الرجل يقدم على ما هو الأسوأ وهو الطلاق، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يتصالحوا على شيء، وفي التصالح يوجد معنى التنازل. تقول ولو أن حقي كذا بس أنا متنازل، نفقة أنا متنازل عنه، بس أبقى على الزوجية وخلي هالأسرة تستمر وهذه العلاقة الزوجية تستمر. أنت أيضا شوية تنازل أيها الزوج، أو أنه تقول له مثلا أنا أنزل لك عن ليلتي، ما تريد تجي؟ لا تجي، مع السلامة. المقاربة الجنسية أنا متنازلة عنها، طيب أنت اللي تشتهي تلك المرأة الشابة، مع السلامة، أنا متنازلة عن هذا الأمر لكي تحفظ حياتها الأسرية. والقرآن يقول هذا أهون الضررين، إما أن يصير طلاق هذا مو مطلوب، أو أن بعض حقوقها تنزل عنها. لا شك أن العقل والحكمة يشير إلى هذا الثاني، أن تتصالح في بعض حقوقها، والصلح خير.